السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كاع لاباس عليكم في احسن الاحوال. انا نقولكم توحشتكم بزاف بزاف بزاف، سامحوني عذروني، على بالي باللي اني غبت عليكم فتره طويله. الله غالب كانت ظروف خاصه، الله غالب ما نقاش نحكي عليها في كل فيديو. ليسونسييل اني عاود رجعت لكم، باغي نتقاسم معكم فيديو من فيديوهاتي من روتيناتي، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. الوغ اليوم راح نتقاسم معكم فيديو عرس جزائري 100%، حاولت كيفاش لخصة في مقتطفات مقاطع فيديوهات صغيرة وركبتها زاديغ باش تكون فرجة ممتعة عليكم. حاولت كيفاش تقولي بلي كاين الكورونا وكاين، حنا الحمد لله راهم كاع ملتزمين ودايرين لي باسانيتير ايتو، وخاصة البلايص اللي يديروا فيهم العرسات لي سال ايتو. حنا هنايا في فرنسا امبوسيبل باش يعطوك لا سال وما يكونش فيها دي باسانيتير. الوغ كل واحد راه ملزوم بالاحتياطات ويحاول كيفاش ينقص من باش ما تكاثرش علينا هاد العدوى ان شاء الله. ونقول لكم باللي قبل ما نبدا الفيديو تاعي، ربي يصلح الحوال في البلاد كل العرب، ماشي غير بلادي، باسكو كاع رانا عباد كاع كيف كيف، وان شاء الله يا ربي يخفف علينا هاد الدور ويرفع علينا هاد الوباء. والحمد لله على كل حال الواحد غير يلتزم ويطبق نصائح الصحيه، هذا ما كان. انا نقول لكم فرجه ممتعه ان شاء الله، وما تنساوش تدخلونيش باللايكات والتدعيم تاعكم، ونخليكم لاخر الفيديو استمتعوا. ومازال نعاود نحط لكم فيديو اخر بعد هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تبقوا على خير.